مشاهدينا دلوقتي هنتكلم مع بعض عن أهم الأخبار. أول أخبارنا النهاردة عن القصة اللي بقالنا كتير بنتكلم فيها عن المنظمات إياها لحقوق الإنسان. الأسبوع ده بصراحة مصر جابت جون حلو في الأمم المتحدة. إزاي؟ أقول لكم. طبعا حضراتكم عارفين أنه مصر موقعة ومصدقة على اتفاقيات دولية خاصة بحقوق الإنسان، وطبعا ملتزمة زيها زي كل دول العالم إن هي تخضع للتقييم الدوري لحالة حقوق الإنسان اللي بتقيمها كل 4 سنين. ده بيكون قدام مين؟ قدام المجلس الدولي. خلوني أفكر حضراتكم إن مصر خضعت للتقييم الدوري ده كان في 2014، ووقتها اتوجه لمصر 300 توصية، أو تقدروا تقولوا ملحوظة، يعني أنه مصر قبلت 223 إيه توصية بشكل كلي و24 توصية بشكل جزئي. ومع بداية بقى 2019 مصر المفروض ترجع تاني للمجلس الدولي تقول هي عملت إيه في التوصيات دي. الجون بقى في إيه يا جماعة؟ الجون الحلو اللي أنا أقصده في بداية كلامي إنه مصر راحت للمجلس الدولي. إزاي؟ قدمت تقرير نصف المدة. يعني إيه نصف المدة؟ يعني المفروض كانت تقدم التقرير ده بعد 4 سنين، مصر قدمته بعد مرور سنتين، مع إن هي مش ملزمة، بس مصر راحت وقدمت تقرير عن كل الإنجازات في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، سواء المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية. وده معناه إن مصر عندها إنجازات تستحق تقولها قدام العالم في الأمم المتحدة. وبصراحة الإنجازات اللي مصر عرضتها حاجة نفتخر بيها وتشرفنا وتشرف مصر. ده تقرير محترم ومهني، وأبلغ رد على كل المغالطات والتدليس بتاع المنظمات إياها. يا جماعة بلدنا فيها حاجات كتيرة حلوة وتستحق نفتخر بيها، وعندنا دبلوماسية مصرية عريقة جدا، بالبلدي كده يعني مصحصحة. مش عاوزاكم تقلقوا من حاجة ولا تحطوا في بالكم حاجة، كلام الفارغ بتاع المنظمات برضو إياها. اطمنوا وكلنا نطمن.